السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. إيه ان شاء الله النهارده نتعرفوا مع بعض على زراعه البصل على الاسطح في المنازل. زراعه حلوه وطبيعيه خالص. ازاي نستغل المكان؟ احنا نزرع فيه اي حاجه للبيت نستعملها للبيت. والبصل اهوت، جبت البصله كميه كيلو بصل على الاقل، إيه حطيته على شويه القش، وكل كام يوم كده ارش عليه شويه الميه وغطيتهم بالقش، وهو لحد البصل ما كبر وطلع اهو. ازاي بقى نستعمله؟ نستعمله على السلطات، على يكون عندنا رنجة في البيت ناكل معاه بصل بدون مبيدات ولا اي حاجة كيماوية خالص اهو. وبسم الله ما شاء الله، والله على الاسطح اهوت قدامكم اهو، ولا خد ولا استغلنا مكان كبير ولا اي حاجة، وحلو خالص وبسم الله ما شاء الله. ولو عجبكم الفيديو بتاعنا ما تنسوش تعملنا اشتراك ولايك للقناة مطبخ حبيب.